ما صحة هذا الدعاء الذي ينسب للصحابي أبي معلى؟ يقول ما صحة هذا الدعاء الذي ينسب للصحابي أبي معلى؟ معلى هنا معلى. وهل هذا الدعاء صحيح؟ ما هو الدعاء؟ يقول أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا مغيث أغثني. هذا الظاهر القصة اللي جاءه السراق يريدون قتله وأخذ دابته، فقال دعوني أصلي، فدعوه يصلي ركعتين، فرفع يده ودعا بهذا الدعاء، فجاء ملك من الملائكة فقتل السراق وخلص الرجل منهم. هذا أظنه ذكره فيما أظن ابن القيم ذكره في بعض كتبه.